السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا ومرحبا بكم الى حلقه جديده من برنامج نقاط. ثلاثه محاور كالمعتاد نناقشها. في محورنا الاول نتساءل عن المأمول من مفاوضات جنيف الجاريه بين الشرعيه والحوثيين بخصوص الاسرى والمختطفين، ونحن على مشارف الشهر الكريم. اما في المحور الثاني، هذا المحور نناقش أهمية الأنشطة المدرسية ودورها في بث روح المنافسة والإبداع بين الطلاب والمدارس. في المحور الثالث، هذا المحور نذهب إلى المحابشة بمحافظة حجة لتعرف على طبيعة ما يعانيه الأهالي جراء انتشار مرض الحصبة الألمانية والمطلوب لإنقاذ الأطفال. تحتضن جنيف السويسرية جولة جديدة من المباحثات اليمنية بين الشرعية وميليشيا الحوثي الانقلابية بهدف إبرام صفقة تفضي لإطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى والمختطفين. الشرعية تأمل أن تتم الصفقة على أساس الكل مقابل الكل، بينما تفيد المعلومات أن الحوثيين يتبعون أسلوب المناورة بتقديم كشوفات بأسماء منتقى في الوقت نفسه، وتزامنا مع انعقاد المباحثات التي تقوم ميليشيا الحوثي بجلسات محاكمات سياسية لعشرات الأسرى والمختطفين وتصدر بحقهم قرارات بالحبس والإعدام، وهو ما اعتبره البعض نوعا من الابتزاز السياسي ومحاولة لفرض شروط الميليشيا على أجواء المباحثات. في المقابل، آلاف الأسر تنتظر بأمل كبير لما ستسفر عنه هذه المباحثات، علها تحمل لهم البشائر ونحن على أعتاب الشهر الكريم. نبدأ النقاش حول ذلك بعد أن نتابع سويا مشاهدين هذا الاستطلاع. رغم أننا كنا ننتظر أن يكون الصحفيين في سلم الأولويات لدى في حوار المتحاورين في جنيف، إلا أنه أصبح شبه مغيب، رغم أنه كان باعتبارهم أنهم في الأول والأخير هم مدنيون ولم يحلموا السلاح، فكان يفترض أن يكونوا في أعلى سلم القوائم، لكنهم تجاهلهم وهذه جريمة بحد ذاتها. حادثات جنيف وملفها بشأن الأسرى إذا لم يشمل الصحفيين والأسرى السياسيين والعسكريين فنحكم عليه بالفشل مسبقا وتحدي جريمة بحد ذاتها. لا نرضى بأي صفقة أسرى تتم إلا بالأسرى وعلى رأسهم الأسرى السياسيين والصحفيين وعلى رأس أولئك الأسير الأستاذ فك الله أسره محمد قحطان. اليوم نحن بحلول قدوم شهر رمضان المبارك وهو يطرق الأبواب، ولكن من الأسف والذي يؤلم صدورنا بكثيرا أن كثير من الأسرى ما زالوا معتقلين، واليوم نأمل من جنيف أن تكون لها رأي وقوة في إخراج هؤلاء الأسرى. نأمل من المفاوضات الجارية حاليا في جنيف السعي لإطلاق كافة سراح المختطفين في سجون ميليشيا الحوثي، ولكن للأسف ما نبئنا بها والأخبار المتداولة أن ميليشيا الحوثي رفضت إطلاق أو إدراج الزملاء الأربعة صحفيين في قوائم المفرج عنهم، وأيضا للأسف هنالك ابن السياسي الكبير محمد قحطان يتم على ضمن الأخبار المتداولة يتم استثنائه من ضمن الصفقة المفرج عنهم. بالنسبة للمختطفين فهم في بلوى ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بهذه الميليشيات الحوثية، نأمل من الله سبحانه وتعالى ثم من الحكومة أن تضغط على الحوثيين ومن جميع ما نسميها بالمنظمات، وأن يخرجوا هؤلاء المختطفين ليعيشوا بين أبنائهم، فهم في ضيق العيش هناك داخل السجون لا يعلمون أين العالم. مباحثات جنيف بخصوص ملف الأسرى نتمنى ونأمل ونتوخى كما يقال، وندعو الله عز وجل أن يلم شعث اليمنيين أولا وأن يوفقوا في حل مشكلة الأسرى من جانب إنساني. فنحن بالأول والأخير يمنيين، وقد يعني كما يقال طال بقاء هؤلاء الأسرى يعني في المعتقلات. نتمنى إذا مشاهدينا أرحب بضيفي، سينضم إلينا الصحفي عصام بلغيث، صحفي يمني مدافع عن حقوق الإنسان. أرحب بضيفي عصام، أسعد الله مساءك بكل خير. أسعد الله مساءك أخي وزميلي العزيز شادي وجميع طاقم قناة القيس والسادة المشاهدين للقناة الكريمة. أهلا بك عصام. هناك اليوم في جنيف سويسرا تجرى مشاورات ما بين الشرعية
وميليشيا الحوثي حول ملف المختطفين، وبالتالي هذه المشاورات أو المفاوضات التي تجري كيف تتابعونها؟ في البداية ملف المختطفين هو يعتبر من أكثر الملفات المعقدة التي مرت بدمجين خلال 8 سنوات ونصف. كثر الجدل حول هذا الملف كثيرا، خاصة وأن الشعب اليمني يتعامل مع ميليشيات لا تؤمن بأحقية المواطن اليمني في الحرية، لا تؤمن بأحقيته في العيش بالكرامة للأسف الشديد. وتجاربنا معها خلال 5 سنوات ونصف داخل المختطف كانت كافية لأن نعرف حقيقة الجماعة من داخلها وكيف تفكر وكيف تنظر إلى اليمنيين. المفاوضات الجارية اليوم وما يحصل في أثناء المفاوضات الآن الجارية في سويسرا يندرج ضمن هذه القناعة من قبل الجماعة، هي لا تؤمن حتى بأحقية أنصارها الذين يتبعون لها والذين ينضوون تحت رايتها ويقاتلون في جبهاتها، هي لا تؤمن بحريتهم ولا تؤمن بأحقيتهم في الحصول على الحرية. هناك الكثير من الأسرى الحوثيين الذين استطاعت القوات الحكومية التابعة للحكومة الشرعية الأسرهم من الجبهات وأخذهم كونهم كانوا البعض منهم كانوا أطفالا، وللأسف الشديد زجت بهم جماعة الحوثي في الحرب دون أن تأبه لحياتهم. اليوم لا ينظر لهؤلاء بعين الرحمة من قبل قيادة الجماعة ولا تنظر لهم أبدا. ما يحصل الآن في مفاوضات جنيف هو أن جماعة الحوثي تصر على تجزئة ملف الأسرى والمختطفين، ورفضت رفضا قاطعا أن يكون مبدأ الكل مقابل الكل هو إطار المفاوضات، وأبت إلا أن تبقى متمسكة بالاتفاقات السابقة التي نجحت للأسف الشديد ومن خلال الأمم المتحدة أن تمررها، وهو تجزئة الملف على مجموعات يمكن من خلالها أن تبقي من لا تريد خروجه داخل السجن. وللأسف الشديد هناك قوائم بأسماء الجميع من الكثير من اليمنيين يعرف انتماءات هذه الأسماء، وللأسف الشديد وهي انتماءات لأسر معينة تنظر إليهم الجماعة بنظرة طبقية، أو أضيفت أسماء أخرى فهي من قيادات كبيرة من قبائل كبيرة يمنية، لكن للأسف الشديد معظم هذه القوائم هي تنتمي لأسرة معينة تحاول أن تبرر لنفسها ما يحصل اليوم في اليمن. نعم عصام، يعني ربما هذه ليست الجولة الأولى، يعني نحن لو تحدثنا هناك جولات كثيرة تمت في هذا الملف، يعني هناك في الأردن مباحثات، هناك أيضا باعتقادي في الكويت تمت في فترات ماضية حول ملف المختطفين والمخفيين في سجون هذه الميليشيا. بالتالي إلى أي مدى يعني ترون بأن هذه المفاوضات قد تنجز شيء مقارنة بالتلاعب الذي حدث في محادثات سابقة ولم يحقق شيء للأسف؟ ما أنجز في المفاوضات السابقة ولم يكن بسبب حرص الجماعة على إنجاح المفاوضات للأسف الشديد. أقولها بصراحة، نحن بعد خروجنا من المختطف بصفقة أممية كانت الحكومة الشرعية الطرف الأهم والرئيسي فيه. تواصلنا باللجنة الشرعية واطلعنا على تفاصيل ما حدث. الحكومة الشرعية كانت هي المبادر في السعي للإفراج عن كافة اليمنيين سواء الذين ينتمون لجماعة الحوثي أو الذين ينضون تحت ما يسمى أو الحكومة الشرعية. قدمت الحكومة الشرعية تنازلات كبيرة جدا، أسماء وأرقام وقيادات كبيرة مقابل أسرى أو مقابل مختطفين مدنيين. أكبر دليل على ذلك مثلا أنا وزملائي الستة الذين خرجنا، نحن اختطفنا من منازلنا للأسف الشديد، اختطفتنا جماعة الحوثي من منازلنا، ومع ذلك قبلت الحكومة الشرعية أن يكون هناك تبادل ما بين مدنيين أخذوا من منازلهم من قبل جماعة الحوثي مقابل عسكريين وقيادات عسكرية أخرجت في تلك الصفقة. اليوم نفس الابتزاز بل وأشد تمارسه جماعة الحوثي. الأخبار تصلنا بأن مثلا هناك تنحية أو عدم رغبة في تصفية أو تصفير ملف الأسرى واستبعاد الكثير من القوائم مثلا الصحفيين. الخبر يؤكد، الأخبار الواردة من سويسرا تؤكد أن من مدينة بيرن السويسرية أن
أن جماعة الحوثي رفضت رفضا قاطعا النقاش حول ملفهم، وكذلك حول ملف الأستاذ محمد قحطان وبعض المشمولين بالقرار الأممي. وهذا ما يدل دلالة واضحة أن الجماعة لا تنوي الإفراج عن الزملاء. وكذلك هناك خطوة استباقية قامت بها أول أمس الجماعة بنقل باستئناف محاكمة الصحفيين و16 من المختطفين الآخرين، في رسالة واضحة للمتحاورين أنه لن يكون كانت أحب أن أذكر في هذه النقطة أن جماعة الحوثي تحاول أن تروج لأنصارها وأن تروج للمواطنين تحت سيطرتها أنها حريصة على مبدأ الكل مقابل الكل، وتحمل أحيانا الحكومة الشرعية. هل من يريد أن يفرج عن أسرى في تحت إطار مبدأ الكل مقابل الكل يقوم بنقل مختطفين مدنيين أخذوا من منازلهم بمحاكم في لحظة من لحظات المفاوضات المهمة في تاريخ اليمن؟ هذه رسالة نعم. واضحة أنه لن يكون هناك مقابل الكل مقابل الكل، هكذا قالت الجماعة بكل وضوح، وهذا يكشف زيف هذه للأسف الشديد وقعت في فخ كبير جدا بنقل الصحفيين و16 من المختطفين، وهذا الأمر فضحها أمام الشارع اليمني أنها فعلا هي المعرقل لمبدأ الكل مقابل الكل بعد أن كانت لسنوات تحاول أن تتستر. وللأسف الشديد فإن المكتب المبعوث الأممي يرفض دائما أن يعرف بالطرف المعرقل. كفتنا جماعة الحوثي هذا الأمر، كفتنا أن يبحث اليمنيين عن من يعرقل هذا الملف، نعم واتضح من خلال خطوتها التي أقدمت عليها بالأمس أول أمس بأنها تريد فعلا عرقلة المفاوضات، وأنها هي الطرف الوحيد الذي يحاول رفض النقاش أو التفاوض نحو مبدأ الكل مقابل الكل. نعم وهذه ربما ستكون خدمة قدمتها جماعة الحوثي للحكومة الشرعية بأنها هي الطرف المعرقل. هذا ما يحصل الآن في المفاوضات اليوم، نعم يدور النقاش حول مجموعة من الجنود التابعين للمملكة العربية السعودية وعددهم 16، إضافة إلى 3 من الجنود السودانيين و4 من المشمولين بالقرار الأممي، وكذلك من القيادات التابعة لأقرباء عضو مجلس القيادة العميد طارق عفاج. نعم هذه الحوارات والنقاشات ستدور كذلك حول مجموعة من قائمة من الأسماء التي أصرت جماعة الحوثي على تقديمها. الأخبار تؤكد أن أو المصدر من لجنة التفاوض يؤكد أن عددهم لا يزيد عن 100، فبالتالي نحن نؤمل أن تكون هذه الجولة من المفاوضات أن تخرج بأكبر عدد ممكن من الأسرى لكن عصام، هو لكن عندما كنتم أنت وزملائك ضمن قوائم هذه المفاوضات في السابق، يعني هناك طريقة تعامل الميليشيا مع هذا الملف ربما تعيها جيداً أنت حالياً، ولكن هل تلمسون اختلاف في الواقع في مسألة التعامل هذه المرة مقارنة بالمرات السابقة التي كنتم أنتم جزء من الملفات التي يتفاوضون بشأنها؟ هل يوجد اختلاف حالياً؟ الواقع من حيث الاختلاف كما قلت لك لا يوجد هناك اختلاف في تعامل الجماعة، هي قناعتها واضحة، هي تريد مجموعة معينة من المختطفين أسماء وأسر محددة تريد أن تخرجهم من داخل السجن، هي تتحرك وفق هذه الآلية باعتبار أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى أسر مقدسة ويجب أن تعطى حريتهم، بينما الآخرين هم يمنيين لا تأبه لأن تعطى لهم هذه الحقوق. هذا هو الذي لمسناه ونحن داخل المختطفات، كانوا يأتون وأذكر لك عندما كنت في المختطف جاءونا بأكثر من قائمة وأعطونا بعض التلفونات للاتصال ببعض القيادات الشرعية. كل الأسماء التي كانت واردة في القائمة هي من الأسماء المعروفة انتماءاتها في لدى اليمنيين والجميع يعرفها، لا نريد أن نذكر مثل هذه الأمور، لكن للأسف الشديد هو أصبح واقع تحاول جماعة الحوثي أن تكرسه في المعارك الدائرة الآن، المعركة بين جناح معين وبين اليمنيين. وللأسف الشديد كانت معظم القائمة 10 أسماء ورأيتهم بأم عيني القائمة، وغيرت القائمة أكثر من 3 مرات إلى 4 مرات وهي تغير، وكل الأسماء تدور في دائرة واحدة وفي أسر معينة. للأسف الشديد اليوم يتم التعامل بهذه الطريقة، مع احترامي لكافة أبناء اليمن وأبناء الشعب اليمني. طيب عصام، يعني ما هي نقاط الفشل التي ربما
قد يعني تؤثر على هذه المحادثات أو تسبب أو تصب في نهاية المطاف إلى فشل هذه المحادثات؟ نأمل من المكتب المبعوث الأممي ألا يعمل على تدريب جماعات. مكتب المبعوث الأممي يتعاطى مع أطروحات الحوثي بنوع من التدليل الزائد على الحد. هناك أدوات من الضغط يمكن للمبعوث الأممي أن يستخدمها في هذه المفاوضات. أنت وسيط بين طرفين يمنيين، الأصل أن الوسيط إذا كان هناك طرف غير مسؤول فليعلن هذا الأمر. إذا كان التعامل، إذا ستنجح هذه المفاوضات بشفافية الأمم المتحدة في التعامل مع هذا الملف، هذا أولا. الضمانة لنجاح هذا الملف هو أن يتم الضغط من كافة الأطراف، من كافة الدول الراعية لهذه المفاوضات وعلى رأسها مؤسسة الأمم المتحدة، أن ينظر لهذا الملف بزاوية إنسانية. يوم يتم خلق الملفات الإنسانية والمصالح للأسف الشديد بهذا الملف الأكثر حساسية، هناك آلاف ومئات الآلاف من الأسر اليوم يتعذبون نظراً لفقد من يعيلهم، أو ربما أبسط المعلومة تدل أن من يعيلهم متوفي أو هو على قيد الحياة. هناك الكثير من المخفيين للأسف الشديد بسبب هذا التعنت، وأنا أحمل جماعة هذه المسؤولية وأحمل بشكل واضح الأمم المتحدة التعامل مع الحوثي ومع آلية تعاطي الملف. يجب أن يكون ملف الأسرى المخطوفين هو حجر الزاوية في العمل الإنساني في اليمن. عصام، هنا نقطة أخيرة، يعني هو من واقع تجربتك كمختطف سابق، يعني ما المشاعر التي تتكون لدى المحتجزين حين يسمعون عن انعقاد مثل هذه المباحثات بين فترة وأخرى؟ للأسف الشديد سيجطم المتابع عندما يسمع هذا الكلام أن جماعة الحوثي استغلت هذا الملف في أثناء التفاوض وكل جلسات المفاوضات إلى الإرهاق النفسي والاستهداف النفسي للمختطفين داخل سجونها. للأسف الشديد تم استخدام هذا الأمر كأحد أدوات التعذيب النفسي للمختطفين، وذلك بأن يعلنوا بين المختطفين والأسرى بأن هذا سيتم الإفراج عنه وهذا سيتم الإفراج عنه، ثم نقل السجناء من زنزانة إلى زنزانة، هؤلاء سيخرجون، وثم يحاولون أن يشكلوا قوائم للأسف الشديد وهمية بأن هذه الأسماء ستخرج اليوم، هذه الأسماء ستخرج غدا، وهذا كله لا أصل له على الواقع. بينما في جلسات المحاورات وفي جلسات النقاشات جماعة الحوثي منطقها ينافي ما تقوم به داخل السجون. أرهقنا أثناء المفاوضات للأسف الشديد واكتشفنا بأن الكثير من القوائم التي تم تشكيلنا فيها وتم نقلنا من مكان إلى مكان ومن زنزانة إلى زنزانة كانت عبارة عن وهم يحاول تلاعب بالمشاعر فقط، يعني التلاعب بمشاعر المخطوفين، ومعظم المخطوفين الذين وردوا في تلك القوائم لم يخرجوا معنا في الصفقة الماضية. نحن حتى اللحظة الأخيرة كنا قبل أن نخرج وكنا على كنا واثقين بأن سنخرج جميعا مع الزملاء الأربعة الذين حكم عليهم بالإعدام، ومع كثير من المختطفين تم نقلنا إلى عنابر مخصصة. وأثناء لحظة الإفراج ونحن نركب الباص متوجهين إلى المطار، كان مسؤول الميداني ويسمى أحدهم كان يدعى أبو شرف الدين لأنه لا نحفظ الأسماء في تلك المخطوفات، وهو يهددنا بأنه سيتم إفشال الصفقة وإعادتنا إلى داخل الزنازين. كنا متوقعين هذه اللحظة بسبب أن التعذيب النفسي واستغلال ملف التفاوض في استهداف نفسياتنا كان مستمرا منذ بداية المفاوضات حتى نهايتها. لم أثق بأني سأخرج إلا عند وصولي ونزولي من الطائرة في محافظة حضرموت أو في مطار سيئون. للأسف الشديد كنت أتوقع أن أعود وأنا على ظهر الطائرة، أتوقع العودة إلى زنزانتي بسبب طول الفترة التي مارستها الميليشيات علينا وضغطت علينا نفسيا أثناء تواجدنا في ذلك المخطط. لا تأبه الجماعة بمشاعر المخطط، هي لا تأبه بحياته، هي تنظر إليه وكأنه عالة يجب أن يتم التخلص منه. تم استهدافنا في تلك السجون نفسيا حتى نخرج معاقين، لكن للأسف الشديد لكن ولله الحمد نحن خرجنا وبقوة واستطعنا أن نتمالك ونتماسك نفسياتنا. جميل،
وأن نخرج من تلك المختطفات بأقل قدر ممكن من الخسائر النفسية والجسدية. جميل، أشكرك، أشكرك جزيل الشكر عصام بالغيث، صحفي يمني مدافع عن حقوق الإنسان، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا ننتقل الآن إلى المحور الثاني. تمثل الأنشطة المدرسية أحد أهم أسباب صناعة مظاهر المنافسة بين المدارس وتنمية روح الإبداع لدى طلاب المدارس. على الصعيد الوطني، فرضت عدد من مدارس مدينة تعز حضورها على المستوى المحلي، وتجاوزت ذلك إلى النطاق الإقليمي والدولي من خلال نجاحاتها الملحوظة في عدد من المنافسات، سواء الدراسية أو الإبداعية والمهارية في عدة مجالات. سجلت تعز بمدارسها حضورا قويا وصدارة شرفت كل اليمنيين بمشاركات نوعية حققت من خلالها المراكز الأولى في مسابقات تتصل بالمهارات الدراسية. وهذا النجاح بحسب متابعين يرجع للكفاءة الإدارية التي يتمتع بها القائمون على العملية التعليمية في تعز بقدرتهم على خلق روح المنافسة بين المدارس. حول أهمية الأنشطة المدرسية سيكون نقاشنا، ولكن بعد أن نتابع سويا هذا الاستطلاع. الأنشطة المدرسية لها الدور الكبير لصقل المواهب. نحن نشوف أطفال مهمشين خصوصا في اليمن، نشوف المواهب مهمشة خصوصا في المناطق اللي هي أسميها محتلة. لذلك فريق الأنشطة في مارب احنا نشوف أنه صقلت كثير من المواهب، عرفنا الرسامين، عرفنا الفنانين، عرفنا الـ يعني ما شاء الله تبارك الله، هناك في دور كبير لصقل المواهب وله الدور الكبير. يعني مثلا إذا ما تحركتش الفريق الأنشطة والتربويين لصقل مواهب الطلاب، مثلا كيف يطلع الطالب يهتم بموهبته كرسام مثلا إلا إذا دعمت الأنشطة المدرسية نفسها. الأنشطة المدرسية من أهم الأمور التي ينبغي أن تحضر على المستوى العام داخل كل مؤسسة تربوية. الأنشطة المدرسية لها نتائج مبهرة ومهمة جدا في الحياة التربوية. النشاط المدرسي ينقل الطالب من واقع إلى واقع أفضل بكثير، ليس على صعيد فقط صقل المواهب والإبداعات، وإنما على صعيد الدفع نحو العملية التربوية بشكل عام. طبعا المدرسة دور كبير في صقل الموهبة عند الأطفال، بالذات المدرسة لأنه هي المحيط الأول اللي يكون فيه الطفل، بعد طبعا البيت والحارة والشارع. فالمدرسة ينبغي منا أن تقيم مسابقات، يكون في معها أصلا حصة معينة للأنشطة وتنمية المواهب، أو يكون في أصلاً مدرس أو مربي مهتم أو متخصص، هذا هو عمله أصلاً، يكتشف المواهب ويحاول إنه ينميها ويشوف الطالب اللي إيش يحتاج، مثلاً تدريب، قراءة. في طلاب كثير مبدعين وأنا كنت بينهم بس ما كانش في حد يدور إحنا. فالمدرسة هي بداية صقل المواهب. طريق أول حاجة التشجيع، ثاني حاجة التشجيع هذا لازم إنه يكون عبر إنهم يوفروا لهم المستلزمات الضرورية، مثلا الرسام يوفروا له أدوات الرسم، يوفروا له الفرشاة اللي هي رسمبه، مثلا الكاتب يحاول إنه يساعده بالكتابة. يعني كل موهبة يعني من المحتمل إنه أكيد والضروري إنه يحاول يوفر له الأشياء التي تساعده إنه ينمي الموهبة حقه ذا، يعني علشان لما يكبر ويخرج من المدرسة قد تكون مصقولة، ما عاد يكون في إلا حاجة بسيط. الأنشطة المدرسية هو تعزيز الفعالية المدرسية للتعليم من جانب الطلاب وتحفيزهم على المشاركات في المجال التربوي والاجتماعي، وكذلك يعطيهم معنويات كبيرة من حيث الأداء ومن حيث. إذن تابعنا هذا الاستطلاع مشاهدينا، نذهب للترحيب بضيفنا. سينضم إلينا الأستاذ عبد الحكيم ناجي، مدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بمحافظة تعز. سيد عبد الحكيم، مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك. سيد عبد الحكيم، ما الأهمية التي تمثلها الأنشطة المدرسية بالنسبة للطلاب أولا، ومن ثم للمدرسة ولكم أنتم كقائمين ومسؤولين على هذا المجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الأنشطة المدرسية هي جزء متكامل مع المنهج المدرسي، ونحن عندما نقول المنهج المدرسي هي الخبرات والمهارات والمعارف التي يقوم بها الطالب
أو الذي يكتسبها الطالب في الحرم المدرسي أو في الأنشطة المركزية التي مصاحبة لأنشطة المدارس الداخلية. طيب ما الدور الذي تمثله الأنشطة المدرسية في خلق روح الإبداع لدى الطلاب على مستوى المدرسة أو على مستوى المحافظة عموما؟ سيد عبد الحكيم هل تسمعني؟ عيد السؤال يا أستاذ. نعم، سؤالي هو ما الدور الذي تمثله الأنشطة المدرسية في خلق روح الإبداع لدى الطلاب على مستوى المدرسة أو على مستوى المحافظة عموما؟ الأنشطة المدرسية هي جزء متكامل من المنهج المدرسي، وعندما نقول المنهج المدرسي فهو الخبرات والمهارات والمعارف التي يكتسبها الطالب، سواء كانت هذه المعارف علمية، ثقافية، اجتماعية، مهارية، في الجوانب الرياضية أيضا. نعم. الأنشطة تتعدد وتتوزع بحسب ميول وقدرات ورغبات الطالب التي سوف يكتسبها، سواء كان في الحرم المدرسي أو في الأنشطة المركزية التي يقيمها مكتب التربية والتعليم. نعم. طيب سيد عبد الحكيم، هنا يعني في الفترة السابقة ربما ما قبل الحرب كان هناك تميز وإبداع لدى أيضا الطالب الذي أو بعض المدارس في المناطق الريفية. اليوم فقط ما نجد من لمسات فيها أو لمسات إبداعية في المدارس في إطار المدينة فقط، لماذا يغيب الريف حاليا في المساهمة في الأنشطة الإبداعية التي تقدم؟ الريف هو ليس غائب عن الأنشطة المدرسية، ولا الطلاب في الريف أقل كفاءة وقدرة عن طلاب في المدينة. لا. الذي يحدث أنه طالب المدينة أقرب إلى الإعلام، أقرب إلى الكاميرا، فتخرج مهاراته وإبداعاته وتظهر على السطح. طالب الريف نحن نجد صعوبة في التواصل مع طالب الريف، لأنه لدينا إشكالية أيضا في الجانب المادي. نحن في إدارة الأنشطة المدرسية أو في مكتب التربية والتعليم تقدر تقول أن الميزانية التشغيلية للأنشطة المدرسية في حوض التعليم صفر، يعني لا يوجد لدينا موارد مالية تساعد على الخروج إلى الريف ومتابعة الطلاب في هذه الجوانب. نعم. ولذلك يظهر فقط طالب المدينة بكفاءته وقدراته. نعم. ولا لا يختلف طالب المدينة عن طالب الريف في إمكانياته وقدراته وإبداعاته. طيب ما التحديات التي اليوم تعيق بقية المدارس في سواء في المدينة أو الريف في تقديم صورة مميزة كما هو الحال في مدرسة نعمة رسام وأيضا مدرسة الحكيمي وغيرها من المدارس التي تميزت في الفترة الأخيرة؟ المدارس في محافظة تعز نقدر نقول أنها جميعها متميزة، ليست مدارس محددة في ذاتها. ما يظهر هو ما يظهر حاليا هو ما أظهره الإعلام فقط. أما جميع المدارس شاركت بفعالية في الأعوام الماضية، لدينا طلاب شاركوا في الخارج وحققوا مراكز مقدمة، المركز الأول والمركز الثاني، سواء كانوا في مدارس المدينة أو في بعض مدارس الريف. لكن ما أظهره الإعلام هذا العام هو ما أظهر الأنشطة بهذه الفعالية. نحن شاركنا في مسابقات وفعاليات خارجية حتى في أيام جائحة كورونا، وحققنا مراكز متقدمة في سواء على مستوى المكتب العربي دول الخليج العربي أو على مستوى الوطن العربي. فالمراكز المتقدمة هذا العام ظهرت بهذا الشكل القوي والقوي بحكم أن الإعلام كان سطوعه وظهوره أقوى. نعم. طيب أستاذ عبد الحكيم، يعني أنت حدثتني منذ قليل طلاب الريف. نعم، حدثتني منذ قليل بأن يعني الدعم المقدم من الدولة لجانب النشاط الإبداعي والمهارات هو صفر، وبالتالي
من أين يعني تتلقى الدعم بعض المدارس؟ ويعني لو تحدثنا عن نعمة رسام والحكيمي وغيرها في يعني تسجيل هذه البصمات الإبداعية، بالمقابل لا يوجد دعم من الدولة. الدعم الذي نتلقاه هو دعم المجتمع المدني، دعم التجار، دعم بعض المؤسسات، الجامعات أيضا. نحن نقيم أنشطة مركزية على مستوى المحافظات، تدعمنا في بعض الأحيان المنظمات، أيضا تدعمنا الجامعات إلى حد كبير، ونقيم أنشطة مركزية على مستوى المحافظة. يعني أضرب مثال بسيط، نحن العام هذا العام قمنا مسابقة المنهجية لطلاب الثانوية العامة، عدد المدارس التي شاركت معنا 246 مدرسة ثانوية وشاركت معنا في المسابقة المنهجية، واستمرت هذه المسابقة لحدود شهر ونصف، وكان حراك تعليمي قوي جدا. هذا الحراك التعليمي ليس هذا العام فقط، وإنما كان على مستوى هذا العام السادس على التوالي. المسابقة المنهجية نقيمها في هذا العام على مستوى العام السادس على التوالي. هذه المخرجات هي تكسب الطالب مهارات، تكسب الطالب قدرات، خبرات متبادلة بين طلاب المدينة وطلاب الريف. هذه القدرات نحن نسعى في مكتب التربية والتعليم بقيادة الأستاذ عبد الواسع شداد إيجاد طالب متحلي بالعلم، متحلي بالمعرفة، ليس مقصورا على المنهج المدرسي فقط، وإنما خبرات متبادلة. نحن الآن في زمن الفضاء المفتوح، لم يعد الطالب يقتصر على المنهج المدرسي فقط، وإنما لديه القدرة على مواكبة المعلومة والمعرفة، وهذا ما أثبته طلابنا عندما شاركوا خارجيا وحققوا مراكز متقدمة. نحن الآن لم نعد نقتصر على المنهج المدرسي ولا على المعلم، ونحن أنا في مدينة محاصرة. هذه المدينة الكتاب المدرسي فيها يعتبر شبه معدوم، يعني في كتب لنا 8 سنوات لم تدخل المدينة. لم يعد الطالب مقتصر على المنهج المدرسي أو على المدرس، وإنما يبحث ويسعى، ونحن مؤيدين له ومناصرين ومشجعين لهذا الطالب وأيضا لأسرته الداعمة. نحن أنا أقول أنه أنا أشكر الأسرة وما لها من دور كبير جدا في دفع بأبنائنا الطلاب في العملية التعليمية. نحن أنا أقول أن الركيزة الأولى في العملية التعليمية داخل محافظة تعز هي الأسرة، ثم يأتي المدرسة، ثم يأتي المدرس. فهذا الحركة التعليمية هو الدفع أولا من الأسرة، من البيت، من الطالب نفسه، هو مندفع لتلقي العلم والمعلومة في شغف كبير مع هذا الذي يحصل من حصار، ومن سواء حصار في الجانب التعليمي، حصار في الجانب الاقتصادي وما إلى ذلك. نعم. طيب أستاذ عبد الحكيم، يعني من مركزكم كمدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بمحافظة تعز، رسالة تود قولها لأبنائك الطلاب؟ ما أحب أن أقول لأبنائنا الطلاب، المعلومة لم تعد مقتصرة على المدرسة، الخبرات والتجارب السابقة ممكن أن نكتسبها سواء كان عبر الفضاء المفتوح اللي هو النت، أو عبر الخبرات والمعارف التي تحدث في الحراك التعليمي والثقافي للمدارس. أقول أبنائنا الطلاب، أنتم في مدينة محاصرة، وأنتم أمام تحدي عظيم، وأنتم على قدر التحدي، وهذا ما أظهره الواقع الحالي في هذه المسابقة التي أقيمت سواء داخليا أو خارجيا على مستوى الوطن العربي أو على مستوى المكتب العربي دول الخليج العربي. نعم، إذن وضحت الصورة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الحكيم. كنت معنا أستاذ عبد الحكيم ناجي، مدير الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بمحافظة تعز، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا، ننتقل الآن إلى محورنا الثالث والأخير. وضع مؤسف ما تعيشه مديرية المحابشة بمحافظة حجة جراء انتشار مرض الحصبة الألمانية بين أطفال المنطقة. المعلومات من هناك تفيد بإصابة أكثر من 400 طفل، توفي 10 منهم حتى الآن، حالة تستدعي دق ناقوس الخطر نحو هذه المنطقة لإنقاذ أطفالها. ميليشيا الحوثي التي تقع المنطقة تحت سيطرتها لا تبدو مبالية بحياة الكبار، ناهيك عن الصغار، غير أنها تستخدم كل مشكلة لمجرد الابتزاز السياسي، بينما هي تحرم الأطفال من حقهم في اللقاحات اللازمة ضد الأمراض. عن الوضع الصحي في المحابشة
وحجة عموما، وما الذي يمكن فعله إزاء ضحايا الإهمال الطبي في ظل سيطرة الميليشيا الإنقلابية؟ سيكون نقاشنا حول هذا الموضوع مع ضيف المحور، لكن بعد أن نذهب لفاصل قصير ومن ثم نعود. إذن مشاهدينا، يعني مع الأسف لم نستطع التواصل مع ضيفنا بسبب سوء ورداءة الشبكة في اليمن، وبالتالي سيتم نقاش هذا الموضوع في حلقتنا القادمة الأسبوع المقبل، وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج الزميل وديع عطهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى الملتقى، في أمان الله ورعايته.